انفوغرافيك انفوغرافيك هسه لو نخليه بعدين بالدورة المتقدمة، خلي الانفوغراف بي، خلي الانفوغرافيك. أهلا وسهلا بكم في المحاضرة الأخيرة من دورة تعليم برنامج باوربوينت. في هذه المحاضرة راح نسلط الضوء على موضوع مهم في عالم باوربوينت، ألا وهو القوالب الجاهزة. نشاهد الكثير من المنشورات في الإنترنت، سواء كان في الصفحات أو الجروب أو المواقع الإلكترونية. هذه الصفحات تدل على روابط، هذه الروابط يمكن تحميل منها قوالب جاهزة لبرنامج باوربوينت. طبعا في الغالب تكون هذه القوالب يا اما مدفوعة يا اما ان كانت مجانية فستكون ضعيفة في التصميم. ان شاء الله في هذه المحاضرة راح نسلط الضوء على موقع قوي جدا من اقوى المواقع في العالم اللي يرفض المصممين بملحقات التصميم. هذا الموقع هو موقع شهير جدا، وايضا تم تسليط الضوء عليه في احدى الدورات السابقه اللي هي دوره فوتوشوب المستوى الاحترافي. الموقع هو فريبيك، يا اما نكتب بصندوق الروابط freebik.com، يا اما نذهب الى جوجل ونكتب فريبيك. سواء نكتب فريبيك بالعربي او بالانجليزي، الموقع سيظهر في اول نتيجه بحث لقوه هذا الموقع. الآن شاهد أول نتيجة بحث اللي هو الفريبيك. فبعد ما ندخل إلى موقع فريبيك، طبعا هذا الموقع يوجد من عنده إصدار مدفوع وإصدار مجاني، ولحسن الحظ أنه الكثير بل الملايين من التصاميم والملحقات هي بشكل مجاني. طبعا يقدم هذا الموقع عدة ملحقات، إذا نجي هنا عندنا فوتو فيكتور وبي اس دي، وطبعا عندنا كولكشن، وعندنا هنا هذه الخانة خاصة بالبريميوم. وإذا نجي هنا إلى More Tools راح نلقى مجموعة من الأدوات والملحقات، من ضمن هذه الأدوات اللي هي الفلات آيكون والسلايد جو. السلايد جو اللي هو المقصود بها العروض التقدمية الخاصة بالباوربوينت. طيب نجي إلى السلايد جو، راح ينقلنا الموقع إلى موقع آخر، هذا الموقع اسمه سلايد جو، طبعا هو ملحق لموقع فريبيك ولكن بدومين جديد. طيب عندنا هنا مجموعة من الخيارات، طبعا عندنا هنا مجموعة من الكولكشن الخاص بالقوالب. في الأعلى عندنا هنا color، وطبعا المقصود بcolor بإمكاننا أنه نختار القوالب الخاصة بهذه الألوان. مثلا أنا يعجبني قالب باللون البينك اللي هو البرتقالي أو الوردي، أو الريد الأحمر، اليلو، وهكذا. يعجبني مثلا قالب أسود وأبيض، فبإمكاني أن أختار gray أو black. طيب فهنا بإمكاننا أن نختار الألوان. عندنا هنا الستايل اللي هو الكارتون كرياتيف، مثلا عندنا هنا كيوت دارك، وهكذا مجموعة من الستايل. طبعا يعني بما أن القوالب كثيرة جدا فخيارات كثيرة في الفرز والترتيب. عندنا هنا اللي هي الريسنت اللي هي آخر القوالب المستخدمة، وعندنا طبعا البوبلر اللي هو الأكثر شهرة، يعني أكثر القوالب المشهورة، وعندنا education تعليم، business، وطبعا medical، وهكذا مجموعة من الخيارات. وطبعا أيضا عندنا هنا infographic اللي هو قوالب الإحصاءات. طيب طبعا بإمكاننا نختار أحد هذه الفئات، مثلا أنا راح أختار اللي هي education. إذا أجي على education راح ألقى الكثير والكثير من القوالب، طبعا هذه مجموعة وبإمكاننا أنه أضغط على next أيضا راح يطلع لي مجموعة، يعني الكثير المئات بل الآلاف من القوالب بإمكاننا أنه نستفاد من عندها، وكل هذه القوالب هي مجانية. مثلا أنا يعجبني هذا القالب، راح أجي أضغط على هذا القالب. عندي هنا خيارين، عندي أما أقدر أعدل عليه بشكل أونلاين من خلال جوجل دوكومنت، أو أقدر أحمله وأستخدمه من خلال برنامج باوربوينت. وطبعا عندنا هنا استعراض لشرائح هذا القالب، ولكن فقط نقطة يعني سلبية لهذا الأمر اللي هو أنه جميع القوالب باللغة الإنجليزية. طبعا بإمكاننا أن نعرب هذه القوالب، أو بإمكاننا نستفاد من الألوان والرموز والأيقونات والشخصيات، وطبعا نضيف إحنا النصوص العربية بشكل سهل. طيب إحنا ما راح نستخدم بشكل مباشر التعديل بشكل مباشر، راح نحمل هذا القالب حتى نستخدمه ببرنامج باوربوينت. طبعا اضغط على داونلود،
وأحمل القالب. طيب بعد ما كمل تحميل هذا القالب نضغط عليه كليك حتى يفتح بواسطة برنامج باوربوينت. طبعا في البداية نضغط على تمكين التحرير حتى بإمكاننا أنه نحرر هذا القالب. مثل ما نلاحظ أنه القالب مصمم بطريقة ذكية بحيث أنه مصمم بأجزاء بإمكاننا أنه نتحكم بكل قطعة وبكل جزء من أجزاء هذا القالب. طبعا بإمكاننا أنه نضيف لصوص عربية، اللصوص اللي احنا نريدها ونشوفها مناسبة. مثلا راح اكتب اني باوربوينت وهكذا. طبعا عندنا هنا مجموعة ضخمة من الشرائح، وطبعا ايضا مصممة بطريقة ذكية وانيقة مثل ما تلاحظون. قالب جميل جدا، وبامكاننا ان نستخدم جزء من هذا القالب ناخذه الى قالب اخر. مثلا انا عجبتني هذه السفينة او هذا الشراع، بامكان انه احدده واخذ كوبي نسخ وافتح طبعا عرض باوربوينت جديد، وطبعا بامكاني انه الصق هذا العرض واستفاد من عده. بامكاني من هذه خيار النسخ، طبعا ايضا بامكاني انه اغير اللون، مثلا اختار لون الخلفيه بهذا اللون. اذا لاحظ تم استدعاء هذا القارب بشكل جيد وسهل، طبعا بامكاني انه استفاد من عده بعده تصاميم. العملية سهلة جدا. لو نجي إلى البزنس راح نلاحظ الكثير من القوالب الجميلة اللي ممكن نستخدمها في عالم الأعمال، سواء أنه كان بزنس أو ممكن أنه أعمال شخصية أو عروض شخصية. إذا لاحظ أنه هذا الموقع هو عبارة عن كنز، بإمكاننا أن نستثمره في التصاميم الخاصة داخل باوربوينت. إن شاء الله تكون هذه الدورة مفيدة وغنية بالمعلومات، وإن شاء الله نكون قدرنا نغطي جزء بسيط من هذا البرنامج، وقدرنا نفيد الشباب وجميع المستفيدين من هذا البرنامج الضخم والرائع. لنا عودة إن شاء الله بدورة قادمة، مثل ما نوهنا بأول محاضرة أنه سنقف كثيرا على برنامج باوربوينت. نلتقيكم في دورة قادمة إن شاء الله.